يا دي المصيبة يا دي المصيبة. ايه يا دودي يا حبيبي مالك؟ الشركة بتاعتي اشترت اسهم في شركة البسكوت بمليون جنيه. ايه ده؟ للدرجة دي شركة البسكوت دي كسبانة؟ دي خسرانة وغرقانة، واللي هيقرب منها هيروح في 60 داهية زي ما حصل لي كده. يا اخبية يا كلاب. ترد يا طارق الكلب انت كمان. مفيش فايدة. انا لازم انزل اروح الشركة اوقف المهزلة اللي بتحصل دي. ايه؟ تنزل تروح فين؟ انت ناسي ان احنا في شهر العسل. عسل ايه وزفت ايه؟ انا لو ما روحتش دلوقتي حالا هشوف مرار عمري ما شفته في حياتي. يعني انت مصر تخرج؟ يبقى اقول لك في مصيبه في الشغل. طيب خلاص انا هروح بقى اكلم مدام نانسي جارتنا، اخرج اعمل معاها شويه شوبينج على ما انت تخلص شغلك وتسيب. يعني هو ده رد فعلك على الكارثه اللي انا بقول لك عليها؟ يا دوت يا حبيبي انا عارفه ان انت قدها وقدود وهتعرف تحل المشكله. يلا اسيبك بقى لشغلك واروح اكلم نانسي. البت دي بقى لها نحس عليا ولا ايه؟ قلبي مش مطمن، حاسه زي ما يكون بيكذب عليا. عندك دليل يا نعمه؟ لا. يبقى خلاص تنسي وتسكتي خالص وبلاش تفتحي على نفسك مشاكل. ايوه بس انا الدنيا علمتني اني ما اديش الامان لحد واتوقع الغدر في اي لحظه. يا بنتي حاجي على بيتك وجوزك، وما دام الراجل مراعيكي ومهنيكي يبقى ليه تفتحي بينك وبينه مشاكل؟ يما هو في حد برضه بيدور على المشاكل؟ ده انا ببقى قاعده ولا بيا ولا عليا والاقي المشكله جت ونطت في حجري معرفش جت لي منين. كل ده عشان جوزك سهر له سهره بره البيت ورجع البيت وش الفجر. يا سلام، وهو عادي يرجع وش الصبح ومش من حقي اعرف هو كان فين؟ ما هو قالك، وكمان سالتي مختار وتاكدتي بنفسك. مختار ده تعبان، ده يقول اي حاجه بس علشان يرضي نادين. حتى لو كان بيضحك عليك انت خسرانه ايه؟ هو مش كتب لك الفيلا باسمك ونص حصته في الشركه؟ ايوه وسجلتهم كمان. طيب خلاص، يبقى عايزه ايه بقى؟ حطي في بطنك بطيخه صيفي وصهياني ولا كانك شايفه حاجه. ازاي يا ماما؟ ما اقدرش اعمل كده. يمكن لو ما كنتش بحبه كان ممكن، لكن ده برضو جوزي. يا اختي امال لو عرفت اللي كان ابوك بيعمله فيا، ده كان بيختفي من البيت بالاسبوع من غير حتى ما يكلف خاطره ويرفع سماعه التليفون. طب وانتي ايه اللي خليكي تستحملي حاجه زي كده؟ هعمل ايه يا اختي؟ كنت مخلفاكي والمضطر يركب الصعب. انا بقى مش مضطره، انا معايا فلوس تسهل لي اي حاجه صعب وتلاقيني الحديد كمان. اتفضلي يا ميرا. الف مبروك علينا يا حبيبتي. مش هوصيك يا روف، اوعى تاثر في المشروع، الشقه تروح مننا ونبقى في الشارع. اطمني يا حبيبتي كله هيبقى تمام ان شاء الله. ست شهور بكتير وترجع الفلوس عشان نفك رهن الشقه. عيب يا نور، انا راجل وادي كلمتي. ربنا يلطف ويكملها بالستر. ايه التصرف الغبي اللي انت عملته ده؟ انا ليا وجهه نظر يا سعد. سعد بيه، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا سعد بيه من فضلك ده شغلي وارجوك ما تتدخلش فيه. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ليه بس كده؟ لانك بتلعب بفلوسي. يعني لو انا مستثمر عادي كان المفروض تسالني، ما بالك بقى وانا ايدي معاكوا في اللعبه. انا قلت انت اكيد هتفرح. افرح بغباوتك ولا بقله تفكيرك؟ انا شايف ان السهم هيعمل كوركشن وهياخد شكل تصاعدي، ولو استنينا عليه شويه هنكسب من وراه كتير. انا بقى شايف انك مش فاهم حاجه، ولو سمعت كلامك واستنيت اكتر اكيد هخسر اكتر. اطلبي لي مندوبنا في الفرصه بسرعه. حاضر يا فندم. انت هتعمل ايه؟ هبيع الاسهم واخسر قريبه احسن من مكسب بعيد. كفايه قوي اللي خسرناه لغايه دلوقتي. انت ليه مش عايز تفهمني؟ لانك مجنون، وجودك جنبي اكتر من كده هيضيعني. يعني ايه؟ يعني انت مرفوض ومش عايز اشوف وشك في الشركه دي تاني. بعد كل اللي عملته علشانك نسيت ايام الكليه؟ نسيت الصحوبيه؟ صاحبي تكسبني مش تخسرني. وبعدين كل وقت ولو ادان يا صاحبي. صاحبك منين بقى وانت بتبيعني في اول محطه؟ ابيعك واكسب احسن ما اشتريك واخسر. بقى كده وابو كده. انت فاكرها لعبه؟ ده بيزنس، يعني الغلطه فيه ممكن تودي في داهيه. ده انت اتغيرت قوي يا سعد. سعد بيه قلت لك. وبعدين ما انا لازم اطور من نفسي، ولا انت عايزني افضل محلك سر زيك كده؟ وهو التطور يا سعد بيه يخليك تبيع اصحابك وتقاطع حبايبك واقطع دراعي كمان لو حسيت انه ممكن يخسرني؟ شايف كده؟ كل مرحلة وليها رجالتها يا طارق.
وانا في مرحله صعبه ومحتاج جنبي رجاله بتفهم. وكمان خليتني ما بفهمش يا سعد. ده اقل وصفه اقدر اقوله لك بعد اللي انت عملته. اتفضل خد حسابك ولم حاجتك ومش عايز اشوف وشك تاني. انا همشي يا سعد بيه يا صاحبي. وانتوا اي حيوان فيكوا بعد كده هيتصرف من دماغه هيحصل له اللي حصل لطارق. يا نادر، عايزك تبيع كل اسهم شركه البسكوت. ايه؟ طلع امتى؟ ده وصل 6:30. طب استنى نادر ما تبيعش حاجه. سلام سلام. ده اللي طارق بسرعه. حاضر. المدبغه حالتها صعبه. ليه يا بنتي كفاله الشر؟ عمال كتير مشوا بسبب المعامله الوحشه وقله الشغل. ازاي بقى؟ طب ده الحاج كان بيدورها طول السنه. ده كان ايام الحاج الله يرحمه، انما دلوقتي التجار التقال اللي كانوا زباين المدبغه كلهم سابونا وحولوا على مدابخ تانيه. طب ليه عملوا كده؟ اصل في الفتره الاخيره الشغل ما كانش مظبوط وفي طلبيات كتيره ما اتسلمتش في مواعيدها. اه يبقى معاهم حق يعملوا كده بقى. هنقول ايه؟ الغلط كان غلطنا بس الحمد لله صلحناه. صلحتيه ازاي؟ جمعت العمال واتفقت معاهم بدل ما ياخدوا مرتب ياخدوا نسبه من الانتاج. ازاي بقى تعملي كده وتخليهم يشاركونا في الانتاج؟ وماله يا حاجه ما يشاركونا؟ عشان قلبهم يبقى على الشغل وعلى قد ما هيشتغلوا وعلى قد ما ياخدوا، بدل ما هم قاعدين عواطليه ومحملينا كمان مرتباتهم في اخر الشهر. وهم وافقوا على كده؟ طبعا، دول فرحوا انهم هيشاركونا. والله هي فكره معقوله. برافو عليك يا سماح، فعلا اثبتتي انك انت بنت سوق بحق وحقيقي. ده بفضل دعاكي يا ماما. ربنا يعلم يا حبيبتي انا بحبك قد ايه. دلوقتي المدبغه جاهزه بس الزباين التقال اللي كانوا بيتعاملوا معانا بطلبيات كبيره كلهم طفشوا. ما تشيليش هم، ان شاء الله ربنا معانا وربنا يقدرنا. يعني ايه؟ مش فاهم. اطلبي لعم بشندي. هو عم بشندي يعني هيعمل ايه؟ اطلبيه بس. حاضر. الو. ايوه يا عم بشندي، خد الحاج عايزه تكلمك. ايوه عم بشندي، بقول لك ايه، عايزك تجيب لي نمره الحاج عبد القوي والمعلم غلاب. ايوه اصحاب الحاج الله يرحمه. بس الله يخليك تجيب لي النمر قبل نص الليل عشان الحق اكلمه. ما تتاخرش عليا. متشكره قوي، مع السلامه. الناس دول يا سماح ناس مقصله قوي يا بنتي، في بينا وبينهم عيش وملح، ولو طلبت منهم اي حاجه مش هيتاخروا عني ابدا. يسمع من بقك. ما قلتليش ايه رايك في راسي؟ مظبوط اخر مقاس. والفستان؟ القالب غالب. شنو هتغالب؟ يعني الغصن بان والشفايف حب الرمان والليله اخر روقان. انت مونون على الاخر. هو انت ينفع تكوني معايا وبقاش مونون يا حشيشه قلبي من جوه؟ طب ما تيجي جوه. اذا كان جوه ماشي. ماشي. ده جميل، عمري ما هنساهولك يا حبيبتي. ما تقولش كده يا رؤوف، ده انت جوزي. جوزك بس؟ وحبيبي وابو ابني وكل اللي ليا في الدنيا دي. يا حبيبتي انت هدايا من عند ربنا، وربنا يقدرني ويسعدك. سعادتي انك تكون مبسوط وحاسس بنفسك في اللي انت بتعمله. بس ارجوك يا رؤوف، راعي ربنا فينا وهو على سكة الحرام. من غير ما تقولي، ربنا يحفظنا منه ويغنينا دايما بالحلال. يا رب.
في لعبات. ايه ابدا، ده البواب. بواب؟ اه. وانت بتفتحي البواب بقميص نوم زي ده؟ انت ايه؟ مالكيش راجل؟ بتغير عليا يا حبيبي؟ بغير على رجولتي، وطول ما احنا متجوزين تمشي على عرفي، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا حياتي. اخر مره. على فين؟ ماشي. أنا لسه ما شبعتش منك. بجد؟ هو احنا لسه اتكلمنا؟ ده اللي فات كان كله هزار. إذا كان كده مش ماشي. ودوشة الشغل وارد ان احنا نغلط، بس المهم ان احنا نتعلم من الغلط بتاعنا. وانا بصراحة يا جماعة امبارح غلطت غلطة وجاي النهاردة عشان اصلحها، وعين الاستاذ طارق عبد الخالق كبير لمندوبين الشركة بتاعتنا، وده تقدير مني للمجهود اللي بذله معانا. في الحقيقة سعد بيه مستر طارق يستاهل كل خير. وفي حد كان يصدق ان سهم البسكوت سعره يوصل ل 8 جنيه ونص؟ فعلا بصراحه يعني ارباح ما كانتش متوقعه خالص. وانا بالمناسبه دي يا استاذ طارق خصصت لك مبلغ 1000 جنيه تقدير للمجهود اللي انت بذلته معانا. 1000 جنيه يا بخيل يا جلده، ده انا جيت اخسرك كسبتك ملايين، اعمل فيك ايه؟ شاكر جدا يا سعدي. طبعا يا جماعه لكل مجتهد النصيب، واي حد فيكم هيجتهد ويعمل زي ما عمل الاستاذ طارق هيكون له مكافاه زيه ان شاء الله. هتفوتني لمين يا مصطفى؟ الله كريم يا سيده. وابنك اللي في بطني ده ملوش نصيب يعرفك. مقدر ومكتوب بقى. بس انت بريء. ياما في الحبس ما ظليه. زهره بتاعي. يا ريتو حبس. ده اعداد يا مصطفى. خدي بالك من الواد، ربيه كويس. ها طلعيه راجل، اوعى تطلعيه خير يا حكايه، خليه دافع عن حقه. ده حقه دي يا سيده، خليه دافع عن حقه. تعالي يا سيده، تعالي، انا عايزك. اطمني ان شاء الله مصطفى هياخد براءه. يعني في امل يا بيه؟ ان شاء الله. انا عايزك بس تعملي توكيل باسمك للمحامي ده. بس انا ست غلبانه ومعيش مصاريف لكل ده. ما تقلقيش، انا وناس من اللي بيحبوا يعملوا الخير هنتكفل بكل حاجه. بجد يا بيه؟ ايوه، بس لازم تعملي التوكيل بسرعه عشان يلحق يرفع القضيه باسمك. ماشي يا باشا، تحت امرك. و خدي دول. لا يا بيه، مستوره والحمد لله. لا خديهم عشان تعملي التوكيل للمحامي وتصرفي على اللي في بطنك. وعايزك كمان تكتبي لي عنوانك هنا عشان اول كل شهر هبعت لك مبلغ زيك. إلهي يعمر بيتك ويعلي مردك وينجيك من كل راضي قادر يا كريم. اتفضل، ده توكيل عام رسمي في القضايا عملتهولك مراته. همتك معانا بقى يا استاذ لبيب. ايوه بس انتوا ايه دخلكم بواحد زي ده؟ اصله يعني هو كان شغال عندنا، وزي ما تقول كده جدع وطيب، فاحنا يعني قررنا نساعده ونقف جنبه. طول عمركم فعلا ولاد حلال حقيقي، اللي خلف ما ماتش. المهم نلحق نعمل استئناف قبل ميعاده ما يفوت يا لبيب. اطمنوا، انا ان شاء الله هستأنف قبل الميعاد وهدرس القضيه كويس قوي وهوافيكوا دايما باخر الاخبار. ربنا يطمنك يا متر، انا بجد متفائل بيك. بس ربنا يستر الحكم ما يتثبتش عليه. يا اخي تفائلوا بالخير تجدوه، مش كده ولا ايه يا متر؟ اه طبعا يا سعد باشا، الامل في ربنا دايما كبير ودايما موجود. شايف الناس اللي بتفهم اهو، ده الكلام اللي يشرح القلب. وعموما يعني احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. يلا يا روح قلبي، امضينا على العقد ده. مش نتفق الاول؟ ما احنا متفقين. ده كان زمان، دلوقتي في اتفاق جديد. لا دلوقتي انا شايف لف ودوران. انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه 1000000 جنيه. ايه
يا سلام. مليون جنيه ليه؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت جايه من بلدكم ماشي وكنت في عرض جنيه. دي فرصتي. وبعدين ما تنسوش انا هبيع لكم محل بيسوى ملايين، ده غير مختار بعد ما وقع في غرامي. عايزين نسافر واسيبه؟ عينيك بتلمع وشكلك طمعت يا بنت. الطمع حاجه كويسه ولا ايه يا طماعين؟ الله اكبر على عينيك على راي ميخا. ها قلتوا ايه؟ قلت مفيش قدامك غير الميتين الف جنيه اللي اتفقنا عليه وموجودين في الشنطه قدامك اهو. اول ما طمت العاده تستلميهم على طول. ويا ستي من عندي كمان الشيك بتاع مختار هيتقطع قدام عينيكي. قلت ايه؟ يفتح الله. الله يفتح الله. بتتكلم مصر يا برافو عليكي. بقولك ايه، لو فينا من عوا يبقى لوع بلوع بقى. عايز سلطان هيظهر لمختار ويعترف له بالملعوب اللي انت عملتيه عليه عشان توقعيه. يعني هتكشفوا نفسكم قدامه؟ واحنا مالنا؟ دي لعبه قذر لعبتيها مع عايش واحنا بقى كشفناكم. وشوفي بقى مختار لما يعرف الفيلم الجميل اللي انت عملتيه هيعمل فيكي ايه. ده غير ان الحلوه سرقت مفتاح الخزنه وديته العايش عاشقها عشان يسرق الشيك. والشيك ده اكيد مختار هيقدمه للنيابه وممكن تسجني وتبقى فضيحه يا اختي. مختار بيحبني مش هيصدقكم. لما نجيب له عايش ويعترف له ونقدم له الشيك اوعدك هيصدق. طب نخليهم نص مليون. هم 200,000 ده حتى كتير عليك. اها عيب كده يا راجل، عيب كده يا بهار. في حد يكلم القمر ده بالشكل ده؟ القمر الجميل. بقول لك يا بنت، انت هتاخدي حقك وتدينا حقنا من سكات، والا هطرطش وشك بميه نار. ساعتها بقى لا هتنفعي لا طبله ولا طار. مهما وهتمضي هتمضي عافيه هتمضي. يلا خلاصي. حاضر. اهلا وسهلا يا معلمين. انا متشكره قوي في الحقيقه انكم اهتميتوا وجيتوا. لا شكر على واجب يا حجه. وبعدين المرحوم الحاج عبد الستار كان اخ عزيز وانت مراته، يعني من ريحته الله يرحمه كان راجل بجد وكان حقاني، ما كانش ياكل حق حد ابدا. كتر خيرك يا حاج، انا طلبتكم علشان ترجعوا شغلكم تاني للمدبغه. يا حاجه يا حاجه، المدبغه باظت وما بقاش لها كبير. وبعدين مختار فين؟ حد يسيب ماله يتنهب بالطريقه دي؟ مختار عنده طموحات كتيره قوي وبيعمل مشاريع كتير. وهي الدباغه شويه. كل واحد بقى وليه دماغه يا معلم. المهم خلينا في اللي احنا فيه. دي سماح مرات مختار ابني، هي بصراحه اللي غيرت المدبغه خالص. اهلا وسهلا، تشرفنا. معقوله؟ معقوله هي اللي بتدير المدبغه؟ امال الرائد اشرف والاستاذ سعد فين؟ كل واحد ماله بشغله يا معلم. وبعدين بقى ما يغركمش ان سماح دي واحده ست، لا دي فاهمه كويس قوي ومتربيه في السوق وبنت بلد. المطلوب مننا ايه يا حاجه؟ تدونا فرصه نثبت لكم ان مدبغه الحاج عبد الستار بخير وسلام. بس اهم حاجه الدقه في الشغل والتسليم في المواعيد. موافق. وهنكتب عقود ونحدد فيها مواعيد التسليم، وفي شرط جزائي للإخلال بالعقد. حقكم يا معلمين، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. توكلنا على الله. يا سلام، ربنا يكرمكم. فعلا الأصيل أصيل. أنت تأمر يا حاجة. ده أنت من ريحة الحبايب. اتفضل. اتفضل يا فندم. التوكيل مظبوط والإمضاء مطابقة؟ صورته؟ حصل يا فندم. أوكي، اتفضل. بعد إذنك. معلش يا روبي، احنا اسفين العطلة ارجوك سامحنا. كان لازم نتاكد، دي اجراءات بنكيه معروفه ما نقدرش نخالفها، خصوصا وان المبلغ المطلوب مش قليل. يا فندم انا استاذ في اداره الاعمال، يعني فاهم كويس في اصول العمل البنكي. الحقيقه احنا اتشرفنا بيك يا دكتور روف. ثواني والمليون يكونوا مع حضرتك. ورق متنات لو سمحت. يا استاذ محسن كله تمام يا مختار بيه. اديت الفلوس لمين؟ لمرات خليفه بنفسها زي ما حضرتك قلت. خليفه موظف الجمرك؟ ايوه يا باشا، ده حتى ابنه وراه لي بطاقته عشان اتاكد. وفرحوا بال 2000 جنيه؟ دول طاروا من الفرحه وبيدعوا لسعادتك. اوعى تكون قلت لهم على اسمي. لا طبعا يا باشا، انا قلت لهم زي ما سعادتك قلت لي فاعل خير. حاكم انا بحب افعل الخير وارمي البحر. ربنا يبارك لك ويزيدك من نعيمه يا باشا. الحمد لله. المهم اديك بقى عرفت العنوان، اول كل شهر تجيني
هديك نفس المبلغ توصله له. كمان ده كرم كبير قوي من سعادتك، انا فاكره مبلغ كده هنديهوله مره وخلاص. لا دي صدقه جاريه، ان شاء الله توصلهم طول ما انا عايش وحتى بعد ما اموت. ربنا يديك الصحه. هو يا باشا الناس دول تعرفهم منين؟ ولا اعرفهم ولا يعرفوني، ابوهم بس الله يرحمه كان ليا معاه ذكريات ما تتنسيش. I know the situation well, but what's the news? Nothing. He's still on the waiting list and we're still searching. And when we can find him? Wait. All what we can do is waiting. Okay, okay. I will transfer your salary today. Thanks, sir. See you soon. Bye. Bye. كنت عايز اجي الدكتور علي النهارده ضروري. ايه قافلين؟ تعبانه منى عندها ايه؟ طيب خلاص خلاص انا اكلمها على تليفوني. باي باي. سلام. بيتي ايه الحلاوه دي؟ اصل انا زهقت وبطني نشفت من اكل بره. ليه؟ هي المحروسه لسه ما بتطبخش؟ تسلم ايديك يا هنيه. تسلم. عندنا خدامه فلبينيه بتعمل اكل فلبيني غريب جدا، بس ان شاء الله رشا هتتعلم. اه ما هو القط بقى ما يحبش اللي خدناه. خش عليك يا امي، انا قط برضه؟ مش احسن برضه لما تكون قطه؟ اوعي اوعي تكون قطه في البيت ولا حاجه. عيب عليكي، ده انا اسد. بس زي ما تقولي كده، انا عايزها تعمل اللي انا عايزه بس بمزاجها مش غصب عنها. امرها ما هتعمل اللي انت عايزه غير لما تكسر لها ضلع. يعني بابا الله يرحمه كان كسر لك ضلع عشان تسمعي كلامه؟ لا مش كل الستات زي بعضها، لكن الستات اللي ما تريحش ما ترتاحش. انا متجوزها عشان اعذبها ولا ايه؟ ما هي مش طريقة دي يا أمي، برضه رشا بنت ناس. بنت ناس؟ بنت ناس نص كم ومش مريحاك. والله العظيم رشا بتحبني. بتحبك؟ بأمارة إيه قولي؟ بأمارة إنها اتجوزتني. اتجوزتك مصلحة، وساعة ما تخلص فلوسك هترميك رمية الكلاب. يوه بقى، ما بلاش الكلام اللي يسد النفس على الأكل ده يا أمي. هو أنت لسه أكلت حاجة؟ ده أنت لسه ياما هتاكل، وياما هيتعمل فيك كل مقلب والتاني، وبكرة تشوف، وأنا حذرتك. لكن اللي في دماغك في دماغك. طب انت عايزاني اعمل ايه؟ ما تخلفش منها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا امي؟ ايوه يا ابني، ادي لنفسك فرصه سنه ولا سنتين لغايه ما تعرفها كويس، بدل ما تجيبوا حته عيل وتظلموه معاك. يا امي رشا طيبه، مش زي ما انت متخيله كده. هي ممكن تكون عصبيه شويه، بس انا متاكد مع الايام هيجي منها. مش هيجي منها غير كل شر. يعني انا جاي اقعد معاكي ساعه تبكتيني فيها كده؟ طب بسلامتها بقى، ما جاتش معاك تزورني ليه وتوديني؟ اصل هي واخده على خاطرها شويه عشان حضرتك ما حضرتيش الفرح. انا المفروض اللي اخد على خاطري عشان هم عملوا فرح. كفايه كلام في الموضوع ده بقى يا امي. طب اقعد يا ابني كمل اكلك. نفسي تسدد. استغفر الله العظيم يا رب، استغفرك واتوب اليك. الهي تسدي نفسك يا رشا يا بنت حواء وادم زي ما سديتي نفسي الوقت. وبعدين يا عم بشنتي الشغل كتير وشغيله قليلين. والله يا سماح يا بنتي انا طول الليله افكر هنعمل ايه في الازمه اللي احنا فيها دي. احنا كده مستحيل نسلم في المواعيد. وانت مالك انت؟ انت ايه اللي حشرك؟ يلا امشي من هنا. جرى يا ست سماح، انا هنا راجل مختار باشا وعين لي على كل اللي بيحصل. وانا مرات مختار باشا بتاعك وبقول لك يلا غور من هنا. ماشي ماشي يا ست الناس، الله يجازي اللي كان السبب ووقع ما بيني وبينك بالشكل ده. غور واد نجس. والعمل دلوقتي يا عم بشنت؟ والله يا بنت انا حاولت اقنع العمال انهم يرجعوا ما امكنش. طب ليه بس؟ مش دي المدبغه اللي اتربوا فيها وخلتهم صنايعيه؟ ما بقاش فيه الكلام ده، الولاء والانتماء بقى شعارات بنقولها في المناسبات وبس، لكن الكل بقى خدام الجنيه
يعني ايه؟ يعني العمال طالبين اليوميات الطاقة 3 عن اللي كنا بنديهولهم. طب مش ممكن نفاصلهم ونرسي معاهم على يوميات معقولة؟ يا ريت، بس واضح انهم طمعين، والواد رجب الشيطان ده مالي دماغهم ومفاهمهم اننا مزنوقين لهم علشان الطلبيات اللي عندنا. طب ورجب ماله؟ مال الموضوع ده؟ ايه مصلحته في كده؟ ما انت مش نازله له منظور وعايزك تفشلي وتتحبطي وتقعدي في البيت ويتساب له الحبل على الغارب من تاني. ده بعينه ابن اللئيمه، ومهما حصل لازم الشغل يتسلم في مواعيده. احنا ممكن نكلم المعلمين انهم يقللوا حجم الطلبيات شويه علشان نقدر نسلمهم في المواعيد. ده كلام برضو؟ ده كده شكلنا يبقى وحش قوي بقى، بدل ما نزود الشغل هننقصه. طب هنعمل ايه يا بنتي؟ حتى العمال اللي عندنا لو طبقوا التلات ورديات مش هيكفوا الشغل يا بنتي. طب لو جبنا شغيله جديده ودربناهم على الشغل ينفع؟ هو ينفع، بس هياخد وقت شويه على ما يتعلموا. وقت قد ايه يعني؟ حسب ظروفهم، وكل واحد على قد دماغه. بس هتجيبيهم منين اصلا؟ سيب الموضوع ده على الله وعليا. الف سلام عليك يا علي. تعرفت ازاي؟ كلمت سميح عشان كنت عايز اجيلك النهارده العياده، قالت ان انتوا قافلين وان انت تعبانه وقاعده في البيت. كتر خيرك انك سالت. ازاي بقى ده واجب؟ وبعدين مش احنا لما بنتعب بنروح لك؟ يبقى حقك على كل مرضاك ان انت لما تتعبي يجوا يطمنوا عليك. تعرف ان انت الوحيد اللي سالت عليا؟ ضروري ما حدش يعرف، لان انا متاكد ان حبايبك كتير. الدنيا دي غريبه قوي، ما تعرفش فيها الناس بجد الا وقت الجد. ليه بس كده عليا بتقولي الكلام ده؟ انا متاكد ان انت لو احتجتي مساعده من اي حد هتلاقي الف من يساعدك. مش عايزه مساعده من حد، مش عايزه حاجه من حد، انا كنت خلاص ظبطت نفسي على كده. وايه اللي حصل بالظبط؟ انا خايفه، خايفه قوي. خايفه من ايه؟ من بكره. في ايه بس يا عليا؟ فاهميني، اول مره احس اني لوحدي. وانا اول مره اشوفك بالشكل ده. حاسه اني في كابوس ومش عارفه اصحى منه. كل مشكله وليها حل، مش انت دايما تقولي كده؟ حلال العقد دايما بيغرق في حل عقدته هو. بس انا مش واخد عليكي كده خالص. تعرفي انا كنت جاي لك النهارده عشان اطمن عليكي وافضفض معاكي شويه، انما من الواضح انت اللي محتاجه تفضفضي، وانا مش همشي من هنا غير لما اعرف ايه مشكلتك ونلاقي لها حل. يا ريت، بس انا مشكلتي ملهاش اي حل. ليه؟ حياه بنتي هي كل حاجه بالنسبه لي، عشانها بس بقيت بخاف على نفسي. ده احساس طبيعي بنحسه كلنا لما يبقى عندنا اولاد. عشان كده بقى لي فتره بعمل تشيك اب على نفسي كل 6 شهور. دي برضو حاجه كويسه قوي، يا ريت كلنا نعمل زيك. مش كويس ولا حاجه، عشان انا اكتشفت. اكتشفت ايه يا عليا؟ ان انا عندي ورم خبيث، ولو ما عملتش عمليه في اسرع وقت حالتي هتتدهور. ايه رايك بقى في الهديه الجميله دي؟ دي غاليه قوي يا رؤوف، جبت فلوسها منين؟ ما انا النهارده قبضت اول دفعه من كارد البنك. ده كلام برضو يا رؤوف؟ في ايه بس يا نور؟ في انك بتهدر فلوس الشغل في هدايا وكلام فارغ. اطمني، انا حاسب ميزانيتي كويس. ما انت لو حاسبها كويس ما كنتش جبت هديه غاليه بالشكل ده. يا ستي مره من نفسي، انا من زمان نفسي اجيب لك هديه حلوه زي دي. حبيبي انت عندي اجمل هديه، بس ما فيش داعي تجيب هدايا غاليه زي دي. خلاص عديها بقى المره دي. لا مش هعديها، وتروح ترجع الهديه دي وتاخد فلوسها، مشروعك اولى بكل مليم. انا عمري ما شفت واحده مضحيه زيك كده. دي مش تضحيه، ده تحكيم عقل. ويا سيدي لما المشروع ينجح وتسد القرض ساعتها هريك طلبات. ده انا عينيا الاتنين ليكي يا حبيبه قلبي. تسلم لي عينيك. رشا، رشا يا رشا، رشا. هلو المدام. فين؟ اوت. اوت راحت فين؟ اي دونت نو. اذا كنت انا مش عارف انت هتعرفي. عملنا اكل ايه النهارده؟ وشو جون وان يا تي مو دوني من يكوي ار دو لو تايم مال لو ذا شو بول او كويد. المهم في طرشي. وات؟ اكل ايه؟ وات؟ انت هتقعدي توطوطي لي كده كتير؟ يلا امشي من هنا. تكنيله فهمك صعب زي العمله اللي بدفعها لك. منك لله يا رشا. كان لازم يعني واحده فلبينيه؟ مالهم المصريين؟ على الاقل يبقوا فاهميننا كده بنرغي بنقول ايه مع بعض. انا مش عارف هي فين رشا دي. برضه ما بتردش. ماشي يا رشا، حسابك معايا لما ترجعي.
تيجي انا راس يا بيبي. اقعدي هنا. الراس حرام. ما انت عرفتني وانا برقص هكا. هكا الاول كنت غريبه عني، انما هكا دلوقتي انت مراتي وانا مراتي، ما ينفعش ترقص قدام الناس. بتغير عليا يا حبيبي؟ طبعا، وبغير اكتر على رجولتي. بموت فيك يا روحي. انا بموت فيك. مش قدام الناس بقى. إذا كان كده ماشي. هلو، ازيك يا امو؟ هلوز باللوز. ازيك؟ ايه يا بنت انت تخنتي وربربتي كده ليه؟ خلقت ربنا. خلقت ربنا ولا روحتي عند المنجد وحشاكي بقى سيلك والحركه؟ ما انا عارفكم بتعملوا بلاوي. كله طبيعي يا ربنا. لسه يا بنت حايره وطايره ومش راسيالك على بره كده احسن. طب ما تيجي يا بنت نكتب ورقتين والمك في بيت. ورقتين يا مختار تين ويتقطعوا اخيرا. يتقطعوا بعد اسبوع. قلتي ايه يا راجل؟ ده انت متجوز وكمان مشي مع واحده اعرف. ما هو ده الحلو، ان انتوا الاثنين تعرفوا بعض، يعني ممكن احطكم في بيت واحد وتبقوا صحاب. يا لهوي، عايز تخزننا احنا الاثنين يا مفتري في بيت واحد؟ ما انا هاجي كل ليله اهويكوا شويه وارجع اقفل عليكوا تاني. لا انا عايزه شقه. طماعه. خلاص مفيش بقى غير ان انا اخدك في شقه الطياري. ايه الشقه الطياري دي؟ شقه كده عاملها للحتت الطياري اللي اخرها ليله والسلام. دي غير شقه الزمالك بتاعت مليكه؟ نفس الشارع بس على الناصيه. قلت ايه؟ أفضل. اذا كان كده ماشي، هادي الباسبور وتذكره السفر وبوسه من العبد لله. اتفضلي. على فكره ميعاد السفر بكره. علاش ما ناجلها شويه اهو كده؟ وناجلها ليه؟ يبقى العمليه تمت وكل واحد خد نصيبه ونخلص خلاص. انت لازم تختفي، لان انت طبعا عارفه مختار لو عارف ممكن يعمل معاك ايه. اصل لا، اصل ايه؟ عيد ميلادي الاسبوع الجاي، وكنت متعشمه انه مختار يجيب لي هديه او حاجه اطلع منه بيها قبل ما اسافر. انت ايه، ما بتعتقيش؟ مش كفايه اللي طلعت بيه؟ المثل بيقول الطمع يقل ما جمع. بكره تكوني في المطار قبل ميعاد الطياره، وطبعا لو التذكره راحت عليكي انت هتجيبيها على حسابك. وساعتها بقى حلوه احنا مش مسؤولين. ماشي، اهدي بس يا علي. انا مش مهم، المهم حياة بنتي هتقبل ايه من بعدي؟ ده انا لا اب ولا ام ولا حتى اخت تاخد بالها منها وتربيها وتكون جنبها. معقولة مالكيش قرايب خالص؟ بابا وماما ماتوا، وماليش غير اخ وحيد عايش في كندا بقاله 10 سنين. وفين وفين لما بنتكلم؟ يعني ولا عمام ولا خلان ولا اي حد؟ كل واحد مشغول في حياته، احنا حتى ما بنتقابلش في الاعياد. ايوه بس ده ظرف صعب لازم يقفوا فيه جنبك. هيقفوا قد ايه يعني؟ بقول لك يمكن اموت ولا هيربوا بنتي من بعدي طول العمر. ايوه بس ده واجب عليهم، امال هيرموها يعني في الشارع؟ انا ما اقدرش اطلب طلب زي ده من حد، ده الناس بترمي عيالها في الشارع من الفقر، يبقى هيربوا عيال غيرهم. طمني علي، ربنا موجود وما بينساش حد. انا خايفه على بنتي قوي. هي العمليه امتى؟ اخر الاسبوع. طب بصي، انا هاخد حياه تعيش مع ماما لحد انت ما تقومي بالسلامه. مش هينفع يا اشرف. مش هينفع ليه بس؟ دي هتتبسط معانا قوي. وإذا بها مامتك تربي بنت مش بنتها؟ يا ستي ماما مش لوحدها، هناك البيت مليان ناس، وبعدين أختي نورة بتحب الأطفال قوي هتراعيها. طب افرض إن أنا مت بنتي. ما تكمليش يا علي، ما تكمليش، إيه اللي أنتِ بتقوليه ده بس؟ أنتِ هتعملي العملية وهتبقي كويسة، وبعدين اطمني على حياتك، هتفضل معانا لحد ما تقومي لها بالسلامة. مش عارفة يا أشرف. مش عارفة. لا. فكري كويس، وانا بكره الصبح اعدي عليكي تكوني مجهزه لها شنطتها. عندي لها السلامه يا هانم. رجعلي بعد نص الليل كده، كنت فين؟ كنت مع ناس كانت بنحضر الفيديو. قال ما يا سعد اشتريت شويه فساتين، انما ايه يجننوا. يا دي نانسي هانم اللي طلعت لي في المقدر جديد. كتر خيرها الست بتسلي وحدتي، بدل ما انا قاعده طول اليوم وشي في وش الحيطه. معقوله يا رشا؟ كل الوسع ده وجنينه وحمام سباحه وبرضه بتقولي لي وش في وش الحيطه؟ جنه من غير ناس ما تندس يا سعد. يا هانم انا قاعد هنا بقالي 4 ساعات وحضرتك لسه مشرفه دلوقتي. والمفروض اعمل ايه يعني؟ اقعد استناك عشان اجيب لك التشت واغسل لك رجليك؟ وليه لا؟ انت مش مراتي والمفروض تدلعيني؟ الدلع على حدود يا حبيبي. طب قولي لنفسك بقى الكلام ده.
لأنه واضح إن أنا دلعتك زيادة عن اللزوم. هو أنت فضيلي أصلاً؟ مش أنا بشتغل؟ ولا أنت فاكراني بسقيها مية تطرح جنيهات؟ على أساس إيه؟ على أساس إن أنت عملت حاجة ما كله ورث أبوه. لا يا حبيبتي، ورث أبويا ده أول أطفى، إنما أنا بقى لما هحط دماغي الثروة هتكبر وهتبقى آخر منجها. ماشي يا سيدي، ممكن بقى نبطل خناق وتقعد عشان أفرجك الفساتين؟ ماشي، مع إني مش طيب. ايه رايك؟ ايه ده بكام ده؟ مش هتصدق يا سعد، عشان خدته من الديفيليه خدت عليه خصم 20%. حلوه قوي، اكتر حاجه بحبها في حياتي الخصومات دي. يعني واقف عليكي بكام في الاخر؟ 5000 جنيه بس. ليه 5000 جنيه؟ ده انا مش عارف احدد ده فوق ولا تحت ولا مكانه فين بالظبط. هي الموضه كده، انت مش فاهمك انت في الحاجات دي. انا بنت اللي هبله وبتاكلي من اي كلام فاضي. وما كلش منه ليه؟ ايه ما شبهش ولا ايه؟ لا ازاي، تشبهي طبعا، تشبهي ونص كمان. انت بتدفع حاجه من جيبك، ما انا اللي بكوعها. يوه بجد بقى، انا زهقت منك ومن بخلك. اف انا اللي زهقت منك ومن بعزقتك للفلوس يمين وشمال. ايه هو مال حرام ولا ايه؟ وسمح، بترجع امتى من المبغى؟ بتنزل يا حبه عيني من صباحيه ربنا، ترجع اخر الليل من المدغه مدغدغه. جدع البت دي بصراحه، بقى اجدع من اخوكي مليون مره. اما انت يا ماما لما بتقلبي على حد بتبقي في الحق ولا بتجني على حد؟ بصراحه في الحق. ايوه كده. في ايه يا عم عبد؟ جاوب ست نور. ماشي يا عم. جاوب لك يا ست نور. جاوب لي انا؟ من مين؟ ده من البنك يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض، في ايه يا بنتي؟ وقعت يا قلبي. في مليون جنيه مسحوبين من حسابي. مليون جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ يبقى اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف سحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خطك القوية. ¡Gracias!